مساء الخير. أنا شايفة إن إحنا حياتنا محدودة قوي، طول الوقت عايشين في حاجات ضيقة، وإحنا كمان بنضيقها على نفسنا. بشكل ما إحنا عايشين في مباني ضغط علينا وشوارع ضيقة، إحنا مخنوقين جواها. العمران اللي إحنا عايشين فيه قاسي بشكل كبير، طول الوقت إحنا يا إما بنتحرك جوا سور أو برا سور أو بنلف حوالين السور، حياتنا كلها عبارة عن حدود وزحمة وأسوار وحدود وزحمة وأسوار. حتى لو كان في مساحة فاضية نتنفس فيها بتتقفل لأي سبب، سواء أمني أو غير أمني، بس هي بتتقفل علينا. الزحمة بتخلينا طول الوقت بنخبط في بعض، خط النظر بيطلع مننا بيخبط في الشخص اللي قدامنا وبيرد تاني بسرعة، فهو ما بيمشيش أبعد من كده، فده بيخلي الناس مركزة قوي مع بعض، بص على بعض طول الوقت، واخدة بالها اللي حواليها بيعملوا ايه، واخدة بالها لو الشخص ده عمل حاجة فهي حاجة كويسة ولا مش كويسة. ده مش بالضرورة يكون متعلق بالحاجة هي كويسة ولا مش كويسة، لا، ده له علاقة بالشخص اللي بيحكم، الشخص اللي بص واستقبل وطلع حكم محدش عارف هو طلعه ازاي، اسقاط منه على اللي قدامه، فبدأ يصنف الناس، ده واحد عصبي، ده شخص لطيف ومؤدب ومحترم، وبدأ يحط اللي حواليه في قوالب، قالب 5 سنتي في 5 سنتي، احنا مش عارفين هو على قدنا ولا مش على قدنا، واسع علينا ولا ضيق، بس طول الوقت احنا بنتحرك جوه القوالب دي. الناس فرضت علينا ده، والعمران اللي هم عايشين فيه والبلد اللي هم عايشين فيها والظروف اللي مروا بيها فرضت عليهم ان هم طول الوقت باصين على اللي حواليهم، ما بيعملوش اكتر من كده. مفيش فيهم حد عنده القدره انه يقف للحظه ويفكر انا ببص على الناس ليه، انا مركز معاهم ليه. فانا كنت بتكلم مع صديقه صحفيه بقول لها الناس مركزه مع بعضها قوي، مفيش حد بيدخل الشغل اللي هو حبه، مفيش حد بيختار اختيارات منطقيه، كل واحد بيفكر الاول هو الناس هتشوف ده ازاي، هيقولوا عليا عصبي، يقولوا عليا محترم، ده انا دكتور جامعه، ازاي اعمل حاجه زي كده. فقالت لي ايه رايك ما تنزلي الشارع وتصوري الكلام ده، انتي بتصوري وكده، انزلي الشارع وشوفي، شوفي هتصوري ايه، هتشوفي الناس عاملين ازاي. فانا نزلت الشارع وحاولت اصور، صورت واحد بيتحرش بطفل، وصورت ناس مكسوره، وصورت ناس بتمارس الحزن كفعل اعتيادي، طول الوقت ماشيين في الشارع عاملين كده، كتافهم مدلدله مش قادرين يشيلوا رجليهم من على الارض، وهما مش شايفين انه في حاجه غلط في اللي بيحصل، هما مش حاسين. ده طبعا بيحصل غصب عنهم لان احنا حياتنا كلنا قاسيه، الحياه كلها فيها صعوبات وفيها مآسي، بس هما بيصعبوها على نفسهم، هما ما بيفكروش للحظه انا ازاي ابسط نفسي، انا عندي ايه جميل، انا اللي حواليا اللي بحبهم عندهم ايه جميل. انا وقفت وفكرت لو كل الحاجات دي موجوده حوالينا احنا ازاي بنكمل وبنعيش. هل الحاجات دي بقت موجوده النهارده لما انا نزلت اصور؟ لا، الحاجات دي موجوده طول الوقت، ولكن احنا بنتعامل معاها واحنا لسه عايشين، وفي ناس بتعرف تضحك وفي ناس بتعرف تتبسط. فانا بدات اركز على كده، بدات اشوف ايه اللي ممكن يخلي الحياه جميله وفيها تفاصيل كويسه، بدات اركز على الحاجات دي، لان هي اللي بتخلينا نعيش، هي اللي بتهون الحياه علينا، هي اللي بتخلينا طول الوقت ما بنشدش في شعرنا، ما بننتحرش، ما بنكتئبش، ما بنضربش الناس رايح جاي. فانا قررت ما ابصش
على الحاجات بشكلها السطحي، ما ابصش على الحاجات في الزحمه واول حاجه عيني تخبط فيها ارجع لورا وخلاص هو ده المشهد كله. انا بصيت على الصور وبصيت على الشوارع اللي احنا ماشيين فيها والحياه اللي احنا جزء منها، حاولت ادخل جوه التفاصيل. مشهد زي كده احنا ممكن نشوفه عربيات ركنه بالطول وبالعرض وشارع مش متنظم وفي تاكسيات وناس ماشيه وزحمه بس هو مش كده. في جوه العربيات دي واحد رايح النهارده يعمل انترفيو هيغير حياته، وفي واحده هتولد، وفي واحد تاني متاخر على حاجه، وواحد تعبان مش قادر يقف. احنا ما بنشوفش كل ده، احنا بنبص على الحاجه واول حاجه بنلقطها بنبدا نتكلم فيها. انا قررت ادخل جوه المشاهد دي واشوف الناس حقيقتهم عامله ازاي، اشوف هي بتتعامل مع بعضها ازاي، ايه اللي جواها، ايه العمق اللي جواها. في واحده واقفه عامله كده علشان الشمس ما تجيش على الطفل اللي واقف جنبها، في حد تاني واقف يستنى تاكسي محدش عارف هو متاخر على ايه ولا تعبان في ايه مش قادر يقف، في طفل صغير ماشي جنب الحيط ناقص يخرم الحيط ويمشي فيه هو خايف من كل حاجه. احنا ما بنشوفش كل ده، احنا بنحكم على الحاجه بصورتها الاوليه. كان في واحد من الناس اللي صورتها اتكلمت معاه، هو عايش في مكان كده حوالي 20 متر كله على بعضه، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يزرع ويبيع باسعار قليله قوي، اقل من الناس بتبيع بيها عاده، ولما حد بيشتري منه حاجه بيديله مثلا 5 زرعات هديه 10 زرعات هديه، يعني تروح تشتري واحد تاخد 10. فهو الموضوع عنده ان هو ناس زعلته، اهله اتخانقوا معاه كتير، فهو فكر انا مش عايزه اتخانق معاهم، هم اهلي وانا بحبهم، بس هم مصممين يطلعوا شخص مجرم من جواه، شخص عصبي، شخص مش هو يعني. فهو قرر يخرج من كل ده وانعزل تماما وعاش في العشرين متر بتوعه ويزرع ويقلع ويبيع الزرع اللي هو بيبيعه ده، مقابل ان هو يتجاهل القالب اللي الناس حطته فيه. في حد تاني زوجته توفت فهو دفنها وعاش معاها في نفس القبر، ده القبر اللي على الجنب هي مدفونة فيه، فهو قرر يعيش معاها وتجاهل كل الكلام اللي الناس بتقوله له كمل حياتك وعيش ومش هتموت، هو مش عايز كل ده، هو عارف ان هو هيعيش ومش هيموت، بس هو مكتفي بالحياة اللي هو عايشها دي، هو وحياته معاها، فهو عايز يعيش كده بالشكل ده، مهموش كلام الناس. في طفل تاني عنده 7 سنين، عندهش 70 سنة ولا حاجة، مش فاهم المنظومة بتاعت كلام الناس وهيقولوا عليه ايه وهيصنفوه ازاي وهيحطوه في قوالب شكلها ايه، هو مش فاهم اي حاجة من الكلام ده. هو طفل بيروح المدرسة، علشان يروح المدرسة بيخبط مشوار 2 كيلو رايح و2 كيلو جاي، وفاهم تماما ان دي حاجة حلوة ان هو بيروح المدرسة، لان الاطفال اللي حواليه ما بيروحوش نفس المدرسة، ما عندهمش نفس الفرصة ان هم يتعلموا، فهو بيروح المدرسة يخبط المشوار ال2 كيلو يرجع من المدرسة يلم العيال اللي عنده في المكان اللي هو عايش فيه ويبدأ يجيب كراسات وإقلام ويعلمهم اللي خده في المدرسة. هو مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل، مش فاهم ان هو اول ما هيوصل ل 12 سنه هيسيب المدرسه زيهم، مش فاهم ان اهله محتاجينه فعلا يسيب المدرسه بس بيشدوا في نفسهم على قد ما يقدروا لحد ما يوصل لسنه ما حدش عارف هي كام، وبعد كده هيطلعوه فعلا ويبقى زي الاولاد دول يشتغل في اي ورشه ويجيب فلوس. لكن هو عمل حاجه، هو قرر يتجاهل ويعمل الكويس اللي هو قادر يعمله. فانا شايفه ان احنا طول الوقت مركزين مع بعض لدرجه بتخلينا مش قادرين نركز في حياتنا، احنا مش شايفين ايه التفاصيل الحلوه اللي فيها، مش شايفين هل فعلا احنا حياتنا كئيبه قوي زي ما احنا شايفينها، ولا ممكن من وقت للتاني يحصل حاجه صغيره قوي هتبسطنا 3 دقايق، هتبسطنا 3 ثواني، بس احنا هنبتسم وهنبسط، مش لازم نفضل مبسوطين العمر كله، احنا بشر.
انا شايفه انه لو كل واحد ركز في حياته هيلاقي عنده التفاصيل اللي تخليه مبسوط. لو واحده بتساعد ابوها، لو اطفال صغيرين بيتشاركوا حاجه صغيره قوي، هي صغيره بس هما مبسوطين في اللحظه دي. لو كل واحد عمل الحاجه اللي تخليه يشارك اللي حواليه لحظات جميله، احنا هنبقى كلنا سعداء والعالم هيبقى مكان الطف، وهنبقى طول الوقت فايقين ان احنا نركز في الازمات الكونيه العميقه اللي احنا مش قادرين نتصرف فيها، ملناش يد. لو واحد قعد مع صاحبه في الشارع وضحك معاه، دي لحظه كويسه. لو واحد عمل حاجه صغيره قوي، دي لحظه كويسه. لو جاب له كلب يربيه، او لو نزل في الشارع يجري، او حاجات قليله قوي ممكن تتعمل تهون العيشه. لو انت حياتك فاضيه وما فيهاش اي حاجه غير ان انت تتكلم عن الناس وتتكلم مع الناس وتبص الناس هتقول عليا ايه، وانا كده ماشي كويس ولا مش كويس، ده فلان ده اتجوز قبلي، ده فلان ده خلف قبلي، ده فلان شغله احسن من شغلي، لبسه احسن من لبسي. كل واحد له تراك، هو محتاج يمشي في التراك بتاعه بس، يمشيش في تراك حد تاني. في شخص مننا بطيء، هيتخرج في 6 سنين لو كليته 4 سنين، وهيشتغل في 6 سنين تانيين، وممكن ما يتجوزش عادي يعني. بس في حد تاني هيتجوز ويتخرج ويشتغل ويخلف في سنة واحدة، فدي حياته هو، دي مش حياتك انت. انت محتاج انت تبص على حياتك، ما تبصش على حياة الناس التانية بالشكل اللي يخليك تعتبرهم طول الوقت اعداء. انت محتاج تتفوق عليهم من باب انه انا مش عايزهم ينجحوا، انا عايز انا بس اللي انجح. انا مش عايزهم يسبقوني فانا هزنق عليهم بعربيتي. انا مش عايزهم يشتغلوا فانا هعمل لهم تقييم سيء. فليه يعني؟ هو ممكن يشتغل وانت تشتغل وحياتكم تبقى كويسه وتبقى مبسوط، حتى لو هتبيع فجلي.